سلام المسيح معكم أعزائي المشاهدين، منطل عليكم مباشرة عبر شاشة نور الشرق ضمن برنامجنا الأسبوعي إيمانك خلصك إيمانك خلصك، وعنوان حلقتنا لليلة قديش نحن معرضين للجروحات، جروحات النفسية، معرضين للمرض، معرضين للحقد، معرضين لنسمع كلمات بتقتل بالعمق، معرضين لنظرات بتحكم علينا، معرضين انه ندافع دايما عن نفسنا لحتى نقول للناس قديش بتحبونا، هالصرخة انه نكون محبوبين، معرضين للخطية وقدام هالشي كله، قدام هالموت المعنوي كله، كيف عم نواجه الخطية الساكنة فينا؟ بعقدة ذنب، توبة حقيقية. الليلة أحبائي منعرف حقيقة لشو عم نتعرض وكيف أو مين هو الطبيب الشافي. بصرنا الليلة رحب بالأخت زينة الخوند من مرسلات سيدة المعونة الدائمة. سلام المسيح معك. سلام المسيح معك روجي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وأكيد ضيفتنا الدائمة دموزيل ماريا رحمة. أهلا وسهلا فيك وسلام المسيح معك. الليلة رح نتعرف على وجه جديد بالكتاب المقدس، المرأة الزانية بإنجيل يوحنا. لنشوف سوا أحبائي شو بخبرنا النص. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له: يا معلم، أمسك هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟ وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه. فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر. وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟ فأجابت: لا يا سيدي. فقال لها يسوع: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن. كلام الرب. شكرا لله. سرزينا، من بعد ما سمعنا هالنص منشوف انه دايما بينذكر الزنا ولا تزني. يمكن النص روجيه بدايته ببلش العنوان المرأة الزانية. نعم. ومثل ما قلت حضرتك انه الزنا بالكتاب المقدس كتير، يمكن اذا شوي هيك بدنا نحكي شوي عن الكتاب المقدس خارج عن النص، دايما بيقولوا انه معقول كتاب مقدس بيحمل هالقد افكار ومعتقدات واخبار عن زوانة والى اخره. هيدا عم الكتاب المقدس هو من الخطية تكفيك نعمتي. لما بعرف نعمة الله بعرف اتخطى خطيتي وبعرف انطلق وبعرف انه ايماني خلصني. يمكن هيدا زبدة النص. اذا شو بدنا نحكي انا وياك عن الزنا وماريا. نعم. اليوم إذا بدنا نحكي عن الزنا، الكتاب المقدس مليان زنا خاصة في العهد القديم. إذا بدنا ناخد شوي فكرة الزنا، هوشع لما مرته تركته وراحت تزني بعدين رجعت، هي صورة عن الإله. لما بنرجع إذا بدنا نحكي شوي عن داود، كيف أغري بإمرأة أحد الجيوش عنده بتشابع وتخطى حدود الزنا إلى القتل
حتى يقتل زوجة تحت تصير تحق له بتشابع. يعني الزنا كثير كبير بالكتاب المقدس، بس دائما النهايه نهايه حلوه اذا عرفنا نروح الى الهدف يلي هو يسوع المسيح. اليوم انا وياكم اذا هيك شوي بنفكر بالزانية، شو هو الزنا؟ الزنا انه خون، انه فتش على حب غير مطرح. اذا بدنا نحكي شوي عن الزنا الجسدي، فينا نفوت على الجوجل ونحط انتر بنلاقي كثير اخبار عن الزنا وكيف بصير الزنا والى اخره. بس اليوم انا وياكم حلو هيك شوي نفكر، انا مش زانيه؟ كل واحد يفكر بذاته. الزنا بيحكي البابا بولس الثاني القديس الكبير بيحكي عن امراض روحيه، وبقول وحده من هول الامراض هو الزنا الروحي. اليوم كل واحد منا اذا بده يقعد يفكر بهياكله، بالهيكل اللي هو بناه بحياته، ويفكر بمعابده، ويفكر بالاصنام يلي عم بحطها على هذه المعابد، رح يلاقي انه هو زاني بالدرجه الاولى. والصور اللي بنخلقها 100% بنلبسها لربنا، والسلطه والمال والجنس وكل هودي، هيدا محور الزنا، هيدا تجسد الزنا بحياتنا. انا اليوم لما بحط صنم اسمه المال، بصير هيدا هو اللي عم بعبده، عم بعيش كل حياتي كرمال المال 100%. يعني انا ما بزني روحيا الا اذا كان في شيء او حدا حطيته فوق الله بحياتي، صار هو المرتبة الأولى بسلم أولوياتي بالحياة. هون نحن بنكون عم نحكي عن الزنا الروحي، والبابا بولس الثاني بيحكي عن كتير أمراض روحية بتفوت بالزنا الروحي وخارج عن الزنا الروحي. وبكف البابا فرانسيس مش من زمان بأيار 2 أيار تقريبا بيقول أنه الشفاء الوحيد من كل أمراضنا الروحية هي العودة إلى الكتاب المقدس، كلمة الله اللي بتفوت على القلب بتشفي لنا جروحاتنا الداخلية. هلا رح نشوف انه حتى اذا ما بنرجع ليسوع رح نضل ضايعين بهالحياة مع زويتنا ومع الاخرين، ورح نضل عم نحط اصنام بحياتنا، اصنام مما هب ودب. واليوم مجتمعنا اكبر دليل على كثرة الاصنام والشطارة بانه نفوت العالم بهذا المنطق، انه شو بدك بهذه الشغلة، في هذا الصنم بيوصلك اسرع الى السعادة. لانه كلنا بنعرف انه غاية الانسان الاولى او رغبة قلب الانسان الاولى هو بلوغ السعادة. نحن كرمال هيك خلقنا تنكون اشخاص سعداء. يسوع بيقول، هو شخصيا بيقول، خلقت الانسان حتى يعيش ملء الحياة. شو هي ملء الحياة؟ هي انه يكون انسان سعيد. فليش منقبل انه نعيش الزنا الروحي والالزهايمر الروحي والنسيان؟ يمكن لانه عم نفتش عن السعاده بالمكان الخطا، معتبرين انه مثلا المصاري بنشوف واحد غني بقول هيدا مرتاح، هيدا مبسوط، ما بنعرف شو في جواته. وبس فتش على الغنى او على السعاده بمطرح ثاني، رح كون عم عيش على هامش الحياه. حلو. ماريا، ليش الانسان بيزني؟ بكل بساطه. اول شيء بدي احكي عن فكره الخيانه، الخيانه عايشين معها. في عدة إذا بدك أنواع خيانة عند العالم. في عالم تعتبر أنه هي بتخون لأنه شيء طبيعي. أنا اليوم فكرة أخذتها أنه اليوم لو أنا متزوج في خون، في بزهق، بروح خلاص طبيعي، أنا بروح وهي بتروح. في الخيانة كمان وقت الإنسان بيعتبر بعد ما عيش حياته، يعني اليوم اللي بيتزوجوا على صغر بيروحوا بيصيروا يعطوا مثل تبرير لحالهم أنه أنا اليوم ما عشت حياتي، بدي روح اكتشف، بدي أشوف. بنشوفها بعد مثلا 10 سنين زواج بدي أعيش حياتي، ومع أنه عندها عائلة يعني. إيه 100%. وفي الخيانة كمان لقطة بيزهق من هيدا العلاقة مع نفس الشخص، أنه خلص بدي أغير، ما بقى مبسوط، كمان بيروح عند الخيانة. وما ننسى في الخيانة اللي من جوا، لو ما بتظهر الإنسان بيكون عنده هيدي الفكرة بس ما بيظهرها، خوفة من المجتمع، خوفة لأنه بده يحمي عائلته، بس مش يعني هو ما فكر فيها. هيدي النزعة اللي أنا سمعت مثل بيقول إنه الزلمة خاصة عيونه مفتوحين دايما على التجارب، يعني إنه معرض ليوقع بالتجربة، بهي تجربة الزنا أكثر. بس انه هالنزعة الداخلية، الميل اني انا خون، من وين جاي؟ جاي من طفولتنا، من تربيتنا، من يعني اذا بدي بلش من الاتابات اللي بيقطع فيها الولد مع العلاقة بين الام والولد او البي والولد حسب. هون بس تنكسر وتخلق جروحات، تقدر تخلق هيدا الافكار. وفي اهم شيء بالانا العليا، يعني انا وقت اليوم كون عم ربي ابني على مبادئ
وهيدي المبادئ الولد ما رح يفهمها إذا ما تفسرت له وما فهمها. فمين ما بدها تخلق معه هيدي النزعة إنه مثلا يوم بيعرف إنه ممنوع خون، بس شو يعني الخيانة؟ ما فهمها. وقت ما يفهم الولد بيروح على كمان إنه بده يعمل الشغلة فبتكبر معه. وما ننسى الجرح النفسي والفراغ، فراغ العاطفي الموجود فيه. بس سوري، قصدك بالعلاقة لما الولد مع الأهل مثلا يمكن بيكسروا له بمطرح ما الثقة، أو إنه مثلا يمكن بيقعدوه بمطرح يجيبوا له كادو، أو وعدوه بتصرف معين كذبوا عليه، بيفقد الثقة، بيصير معرض، يعني بحس إنه بحس إنه تعرض للخيانة، يعني بحس إنه الخيانة أكيد. إذا ما نحكي لأنه اليوم نوعد بشيء والولد ما بيعرف، يعني بعده ما هو اصلا خلق انه في عنده ام وبي بحبوه، على اساس بحبوه ببلش يشوف انه لا ما بحبوني، على اساس بيسمعوني برجع بشوف انه ما بيسمعوني. فهون بتفقد هيدي القصص عنده، فهم من هالجروحات بتبلش تخلق معه. هون روجي كثير مهم نضوي على شغله، على انه تربيه مش بس بسيكولوجيه اللي عم نوقع فيها بالغلط، عم نوقع كمان بتربيه روحيه خاطئه بهيدا المفهوم. كنت عم تسالني عن صور الله بحياتنا. اليوم انا لما بربي ولد على انه ما تعمل هيك يسوع بيزعل منك، او ما تعمل هيك بيجي لك يسوع بالليل، او كل هول الاخبار اللي بنسمعهم، اي صوره عم ربي عند اولادي؟ عم تحكي ماريا عن شيء بنسميه جرح. ما حدا منا مش مجروح، كل صح. واحد منا عنده جرح معين. حتى اذا بنرجع شوي لنص المراه الزانيه، الاشخاص اللي جابوها للزانيه حتى ترجم او حتى يسوع يشوف شو بده يعمل، وين لقوها؟ يعني انا اليوم اذا بلقط حدا عم يسرق بسوق خضره مثلا، اذا انا ماني بسوق الخضره كيف بدي القطه؟ اذا منهم عم يزنوا هن، وين لقوا المراه؟ وين الشريك بالزنا؟ بعدين حسب الشريعه الموسويه الزانيه بس بده يطلع فيها حكم، تجي هي والزانه، اكيد ما كانت عم تزني لوحدها، اكيد كان في حدا معها. لكن عندنا فكرتين، اول فكره انه الاشخاص يلي جابوها هن كمان مجروحين، وقت انا خبي جرح بحياتي فتش انه فرجي جرح الاخر، فكر انه لما انا بصغر الاخر بكبر انا، وهذا كمان مفهوم خاطئ ان كان سيكولوجيا وان كان روحيا. يعني اليوم حتى انا اكون قديس لازم فرج انه الاخر هو خاطئ. وفي نعم. مقوله او احد القديسين بيقول وكثير حلوه، قال الفرق بينك وبين خيك يلي هو خاطئ انت بتسميه خاطئ هو انك شفته. حلو. يعني انت بس شفته عم يعمل خطيه، بس انت كمان عم تعمل، بس يمكن بعد ما حدا شافك، بعد ما حدا شافك، بس اكيد ربنا شايفك وانت بينك وبين حالك عارف انت باي طريق متجه. يعني قد الشخص ما بيقدر يهرب، لو هرب من كل عيون الناس في الله يراني، بس الله يراني ليحكم علي ولا كيف عم بيشوفني الله؟ اذا منكف النص بيجي الجواب واضح، يسوع ولا مره بيحكم على حدا، يسوع دائما بيخلص، وإن كان بالكلمة بخلص وإن كان بالنظرة بخلص. إذا بتلاحظي شوي بالنص كل الوقت أول كم آية الفريسيين أو أصحاب الشريعة جايين يقولوا شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل، ويسوع ساكت بينزل على الأرض بيكتب، بيرجع بيطلع بيرجع بيسألوا بيرجع بينزل بيرجع بيكتب. ويسوع دايما عم يسمع، بس عم يترك هذا الحوار بينهم وبين زواته، لأنه كتير مهم أنا أسمع الأشياء اللي أنا عم فكر فيها شو بدنا نعمل فيها. تركهم رجعوا ألحوا بالسؤال، بس يسوع قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. قبل ما نفوت بهالتفاصيل هيدا الرائعة والمهمة، شو جايين يعملوا بمرة زانية لعند يسوع؟ نص واضح، نص بيقول انه جايين تيجربوا يسوع. نعم. وهون الخطر الكبير يلي نحن كمان منعيشه، ما خلص عند نص المرأة الزانية، الخطر الكبير اللي احنا بنعيشه هو تعلقنا بالحرف. الشريعة بتقول انه لازم ترجم، يسوع بيقول لهم هيدا انسان. وكم مرة في الكتاب المقدس بنشوف انه يسوع عم يعطي القيمة للانسان وليس للحرف، ومربولوس بيقولها الحرف يقتل اما الروح فيحيي. ويسوع كان كل حياته عم يجرب انه يقنع او يجرب يبرهن هيدا الشغلة، ودايما بكل الاعاجيب يلي بنقريها في الكتاب المقدس كل الشفاءات والى اخره، يسوع ببرهن انه حتى لو نهار سبت انا شفت حدا مزعوج مريض بحاجه لمساعده، انا علي اتخطى الحرف وروح للقيمه الاعلى يلي هي الانسان، وهذا اللي عمله هو بحد ذاته. حلو. ماريا، ليش الانسان بيتهم
دايما عنده الاتهام وانه انا شيل المسؤوليه عن حالي وزدتها على غيري. يعني على طول بنشوف مثلا حتى ولد صغير، يعني اذا شي مره عم بقول له ليش هيدي هون، ليش هالكبايه على الطاوله، او ليش وقعتها، مش انا هو. سر زينة حكيت شيء كتير حلو على قصة أنا بصغر الآخر تا أنا أكبر، لأنه الإنسان قد ما بيكون هو مش متقبل الجروحات وما بده حدا يشوفه باللي بيعمله بهالجرح اللي موجود فيه بيحطه على الآخر، فمشان هيك أنا دايما بهرب من نفسي للآخر، دايما أنا ما بتحمل المسؤولية بحطها دايما بالآخر. ليه؟ لأنه ربينا على التخويف، ربينا على هالجروحات، ربينا ما في هالحوار بهيدي الامور، فربيت معنا هيدي العقده وصرنا كل شيء بالاخر. كيف ربيت معنا؟ يعني خلينا شوي نشرح اكثر، نفوت بالتفاصيل اكثر، مثلا بحوار بين اهل واولاد. اذا مثلا ابني انا لنقول مثلا وقع المنفذه وكسره، او فاز كادو مرتبه، او لها قيمه معنويه من امي او بي، كيف بتصرف معه؟ هالتصرف اللي بتصرفه لما بيكون قاسي شو بيولد فيه؟ وكيف بدي نبهه انه ما يغلط؟ هلا اعطيت اكزامبل وقتها اذا انكسر شيء، عاده اللي بنشوفه انه دغري بنجي بنعيط وبنصرخ وبنخوف وبنقاصص وبنضرب. نعم. فهول كلهم هول الرياكسيون اللي عملوهم الاهل بخلق الولد انكسيتي وخوف وعقدة ذنب، انه بصير انه خايف، بصير انه ما بقى قادر يعمل شيء لانه رح يعرف انه رح يتقاصص ورح ياكلها قتله. فهون بنحكي عن اهميه الحوار، اهميه انه نقول انه صار شيء غلط ونفسر وما نكبر الموضوع تما تخلق تما تضل معنا على كبر، لانه هول يعني دائما بنقول بدنا يعني نركز على هذا الموضوع انه كل شيء بينقال بالطفوله هو بيكبر مع الولد، يعني قد ايه بدنا نكون بحوار وتواصل بطريقه تيقدر الولد يفهم، لأنه بفكر الولد ما بيفهم، الولد كتير بيفهم وكتير واعي وبده يختبر أنه محبوب وقيمته أهم من الفاز انكسر 100% شو ما كان. وما ننسى أنه الأهل هن إكزامبل، هن نعم. مثل قدامه، إذا شايفهم هيك رح يعمل مثلهم، لأنه الولد ما بيركز على العمل أكثر من أكيد الكلام. لأنه أصلا هو ما هو بنقول نحن دايما أنه الأم والبي وقتها بيخلق هو أول مجتمع لإله هو أمه وبيه، فإذا انكسرت هيدي الصورة مع الأم والبي تخيل كيف بدها تكبر معه مع المجتمع الأكبر. سر زينب بعتقد صارت اللي كان عم بيلعب بالنار وحرق السجادة ومن بعد عملته هيدي خاف من أمه شو بدها تعمل فيه، وركض تخبى بالتواليت ورجع تذكر إنه في إله بالسماء محضر لي اياها، يعني ناطرني على غلطه. قديش نحن منعيش بحياتنا الروحيه هالنظره صوب الله، مين هو الله يعني بالنسبه لنا؟ حكينا عن صور الله، صور الله كثيره بعقلنا، وهيدي المشكله، لانه ربنا خلقنا صوره واحده يلي هي صورته وهو صوره واحده. نحن عم نكتر صور لزواتنا مع حالنا، نتيجة اللي عم تحكي ماريا، نظرة الآخرين لإلنا أنت هيك وأنت هيك وأنت هيك. مع أنه إذا بدنا نفوت شوي علم أكتر، أنا دايما لما بدي أحكم على شيء بحكم على الشغل اللي صارت، ما بحكم على الإنسان. يعني إذا واحد كذب السلوك اللي عمله هو الخاطئ مش هو الكذاب، نحن من عنوان. إذا بتشوفوا عنوان النص نفس التكنيك مستعملين، نفس التقنية، المرأة الزانية. نعم. حتى مش قايلين اسمها للمرأة الزانية، كأنه هويتها صارت زانية، كأنه الهوية هي زانية. مثل أنا بقول أنت كذاب، مش سلوكك هو يدل على الكذب، كأنه من نحط الأشخاص بكادر. وحسب نحن نتعامل بين بعضنا نلتجئ أنه نتعامل بيننا وبين الله، كمان حطين الله بكادرات نحن. واليوم كل هيدا التخويف وكل هيدول الاشياء هول قلة ثقة بمحبة الله. يعني اليوم انا لما بدي خاف من الله، يعني انا مش فهمان هذه المحبة المجانية، انا مش فهمان انه الله عنده ثقة فيي، انا مش فهمان انه الله خلقني من 100% حب مجاني لا مشروط. يعني اذا انا اليوم غلطت كل العالم بتغلط، اذا انا اليوم عشت زنا روحي
كل العالم عم تعيش جروح عاصمة. ما في خطر انه نفوت هون في اشخاص بيقول لك لكن مازال الله رحوم مثلا وهيدا، فخلينا مازال صبا يعني عايشين بالخطيه. هيدي حجه، حجه ما بتقلي عجه. اليوم اذا هيك شوي بدنا نفكر، لانه هيدا كثير بنسمعه انه ايه مازال كلنا رايحين على السماء، لا بنعيش هون وبعدين الله بدبر شوف شو بدنا نعمل. هيدا المفهوم اكيد خاطئ، لانه لما بفهم انه انا محبوب بطريقه مجانيه لوحده بتغير. بس المشكلة إنه نحن عم نتعلم وعم نعلم إنه حتى انحب لازم اتغير، والفرق كتير كبير. نعم. لأني محبوب أنا بشتغل على حالي تأتغير، مش بتغير حتى انحب. أنا ديجا محبوب بطريقة مجانية و100% محبوب، يعني مش إنه في 1% يسوع هون ما بحبني، أو هون في عندي صورة مخدوشة عند يسوع. أنا بختش الصورة وربنا بيرجع بيزبطها، أنا بختش الصورة بيرجع الله بيزبطها. طول ما أنا عندي هيدي الثقة انا بجرب انه ما بقى اخدش الصوره، وهذا المفهوم يلي لازم نتربى عليه ولازم نحن نعاله ولازم نحن نعيشه بالنهايه. اليوم انا ما بعمل، يمكن ما بكسر المنفذه اللي كنتوا عم تحكوا عنها من شوي، ما بكسر المنفذه لانه بتعني لامي، مش لانه بخاف من امي، لانه بخاف اجرح محبه امي. الفرق كتير كبير. نعم، يعني لانه انا مختبر اني محبوب بتغير من اجل هيدا الحب. انا عم بختبر هيدا الحب، يعني انا ما عم بشتري هيدا الحب. مزبط. مش بصير منيح حتى انحب، انا محبوب بصير منيح. امبارح شيء حكي شيء البابا فرانسيس انه الواحد الخلاص أو هيدي النعمه. نعم. المعطاه لنا، اوقات نحن بنفكر انه بدنا ندفع ثمن بصوم وصلاه وإيمات، لا، هي هول الافعال اللي عم نعيشهم عم نعملهم لحتى نفتح نحن قلبنا لنقدر نستقبل هيدا الحب، لانه يمكن قلبنا ما بيقدر يتحمل هيدا الحب وما بنصدق مجانيه هيدا الحب، لانه مجتمعنا ما في شيء ببلاش، يعني كل شيء بده يدفع حقه. هذا التكنيك اللي عم نعيشه. نحن منعطالنا كثير مواهب، ومنعطالنا الابوجي القمه تبع هول الاشياء هي المحبه اللامشروطه. اليوم انا اذا هدول موجودين انا جبت لي اياهم بكادو بعلبه، في احتفظ فيها للعلبه وضل مسكره 60 70 80 90 قد ما الله بيعطيني عمر، ضل مسكره بس انا موجوده بحياتي، بس انا ما عم فعلها. وفي لما بتعطيني هيدي الكادو انا فعلها وتصير عم اعيشها، بتصير عم حتى بالعمل بصير عم اعيش هيدا الوعي لهيدا الحب اللامشروط. وهون الفرق. حلو. ماريا، لما بجيب شخص وبحطه بالنص، يعني لما أنا بتهم إنسان بأي صفة تقتله من جوا بكلام جارح بحياتنا اليومية بالشغل قدام الناس، هالصورة اللي عم بجلدها أو عم بهينه للشخص، يعني عم جرب هينه، شو بيشعر الشخص من جوا حقيقة؟ وهل هالشي هو اللي بفوته بعقدة الذنب؟ هلا في بدنا نحكي عن الشخص اول شيء اللي عم نتهمه. نعم. اول شيء الشخص اللي عم نتهمه وعم ندمره، يعني ماشي عم دمره عم بقتله بكلامي، وهذا الشخص يعني عم بحس عقدة ذنب اكيد اوريدي، اصلا هو مجروح وجاي انا عم زيد على جرحه، فاكيد عم بحس بهيدي عقدة الذنب، وبصير انه مستحي من ميله ومش عارف، وفي دمار من جوا، في جروحات كتير كبيره عم بحس فيها هيدا الشخص. وما ننسى الشخص الثاني اللي هو عم يحكم عليه كمان، هو من جوا مجروح، بس لانه هو بده يخبي هالجروحات، يخبي هالظل اذا بدك، هالزنا اذا عم نحكي على هيدا الموضوع، بحطها بالاخر تهو يكبر ويصغر الاخر، فكر انه ما حدا بيشوفه. يعني الفريسيين اللي جابوا المرأة الزانية هن عم بيخبوا الزنا اللي فيهم من خلال المرأة، من خلال اكيد ان نشوف الاخر، وعم كرمال هيك عم بيقتلوها. يعني انا اليوم لما دل على شخص على خطية الشخص لخبي خطية جواتي انا، وبين بصورة صح، واللي قالته سور زينة انه هن تعرفوا انه هي زانية، يعني هن بالمطرح، يعني هذا عم يتاكد، عم ناكد انه فكرة انه هن بهيدا الجرح اللي موجود فيهم عم بخبوا هيدا الذل تيحطوه بالاخر. عظيم جدا. اعزائي المشاهدين،
نسمع هالترتيلة ونرجع لكم. سلام المسيح مجددا اعزائي المشاهدين، نرجع منكمل حلقتنا. سرزانة حكينا قبل شوي عن القتل. نعم. القتل بالكلمه، القتل بالتصرف، القتل بالنظره. كيف فينا نشوف جريمه قتل بنص المراه الزانيه؟ وين عم بتتم؟ حسب الشريعة المساوية كانت لما بده يرجموا زانية، أكيد مع الزانية مثل ما قلنا، ترجم حتى الموت. نحن اليوم هيك هلا إذا نحن قاعدين عم نصور، بتفوت زانية وبقولوا لنا شو بدكم تعملوا فيها؟ يا ويلي، يمكن كل الظلال كانت عم تحكي عنهم ماريا بيطلعوا هلا. اليوم نحن قدام نحط كادرات للعالم وبنقول هيدول هيك، هذا كله بيقتل بالمجتمع، الافتراء بتقتل، حتى بنقتل صورة الله بحياتنا. يعني إذا بنقرا شوي النص بيفرجينا إنه طيب جبنا لك هيدي الزانية، شوف شو بدك تعمل فيها. وبقول النص كتير واضح وكتير مهضوم إنه جايبينها حتى يحرجوا يسوع، لأنه هن ديجا بيعرفوا الشريعة. الشريعة بتقول إنه لازم ترجم، لكن لشو جايبينها ما زالت تعرفوا الشريعة؟ حتى يوقعوا يسوع، حتى يقول إنه ما تقتلوها. بس يسوع كان أذكى. إذا شوي بنرجع للنص، بكل حواراته يسوع بيعرف انه ما يوقع حاله ويمشي مثل ما هن بدهم يمشوه، بيعرف هو يرجع يمشيهم. اذا شوي انا وياكم هيك بنفكر ببعض النصوص، بيجوا تحت يقولوا له كيف بدنا ندفع الجزيه؟ اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لانه لو قال اعترضوا ما تعطوا لقيصر كانت قامت القيامه. لا بل اكثر من هيك، قال لهم معكم دينار مشلوها من جيبتهم، يعني هن طلعوا الخونه 100% 100%. يسوع كان كثير ذكي. واذا هلا شوي بنفكر كمان، الدراسات كلها عم ترجع للاشياء يلي يسوع كان عم بيطبقها بطريقه يمكن بعد ما كان هالقد العلم متطور. يعني اذا بدنا ناخذ حيلا دراسه، اذا بناخذ اللون الاخضر اليوم ليه بنحط بالتابلويات بالمدارس اللون الاخضر؟ لانه اللون الاخضر اكثر لون هو بيساعدنا حتى نكون مرتاحين للنظر وبيريح الاعصاب. ربنا لما بلش بالخلق خلق اول شيء الطبيعه الخضار. يسوع كان عنده تكنيكات رائعه. حتى بهيدا النص يسوع بيتركهم بضل ساكت 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 ساكت، اخر شيء بسؤال واحد بجاوبهم، بيقول لهم من منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر، وبيتركهم وما بيطلع فيهم وبيرجع بيقول لنا النص، بيرجع بينحني مره ثانيه وبكفي يكتب. وحتى ياكد انه هو ما كان عم يتطلع، النص كثير واضح بيقول، بيرجع بيقوم بيطلع بيقول لها ما حدا رجمك، حتى ما انتبه اذا حدا رجمها ولا ما حدا رجمها. واذا هيك كمان بدنا نفكر شوي، كثير مهضوم النص، يسوع هو الوحيد البلا خطيه. نعم. اذا حدا لازم يرجم المراه الزانيه هو كان لازم يسوع لارجمها وموتها، كان الوحيد اللي بحق له من خلال سؤاله هو يسوع المسيح انه يرجمها. من منكم بلا خطيئه فليرجمها. يسوع لا يدخل في محاولات القتل يلي نحن بنعيشها كل يوم. انا بنظره بقتل. يسوع بيقول لنا النص انحنى اطلع بالارض ويرجع يخط وما حط عينه بعين المراه الزانيه، مش لانه خيفان منها، بس حتى يقول لها انا كمان ما بحكم عليك. لانه ممكن بنظره انا ابعت ألف مساج مش مساج واحد، يمكن أوقات الكلمة بتوصل رسالة واحدة، النظرة بتوصل ألف رسالة باللحظة. يسوع هالقد كان يحترم الإنسان، هالقد كان يعطي قيمة للإنسان، تخطى القتل يلي هو شيء كلنا بنقدر نعمله. أنا اليوم بقدر بنظرة، بكلمة، بدفشة، بحيالله سلوك كتير صغير ما بياخد مني ولا إنرجي إنه أقتل شخص آخر. يسوع كان يعطي حياة لكل حدا بيلتقي فيه من نظرته من صمته. شوفوا يسوع بالنص ما بيحكي مع المرأة الزانية ولا كلمة، حتى ما بيذكرها وما بيقول لها ايه انت عملت ايه. نحن اليوم اذا خينا بيخطي قدامنا ماشي، يعني شيء لا نفتح له الشريعة كلها ونفتح له الارشيف ونفتح له ارشيفه كله وشو عامل ومش مارق بحياته سنة الماضي وسنة اللي بعدها والى اخره. يسوع رائع رائع. هالنظرة وهالعقدة الذنب وهالاتهامات اللي حكينا عنها كلها، اليوم كيف بعالج؟ يعني كيف بساعد شخص يطلع من هالعقدة الذنب هيدي؟
اليوم انا يطلع الانسان من عقده الذنب بده يلتجئ لثيرابي، نوع من العلاج. نعم. وهذا العلاج عنده طريقه، لانه معود على القصاص. ما فيي انا اجي دغري اقول له انه ما في قصاص، بدي اعطيه شيء بطريقه ايجابيه تيقدر يفك هيدا قصاص ايجابي. ايجابي يعني. اذا بدك يعني تيفهموها اكثر المشاهدين، لانه الانسان وقت بيكون هالقد مكبل بالشيء وهيك ما بقدر طلعه دغري، فبدي امشي معه بهيدي بالايتابات، فبغير له النظره. يعني مثلا انه روح مثلا اليوم ما تشتغل، اعمل هيك بطريقه كثير ايجابيه، يكون القصاص تيقدر يطلع من هيدي العقده اللي هو موجوده فيه. يعني هل التعويض هيدا اللي بنعطيه او البنيسيون ليعوض يمكن قله حب او ليطلع من عقده الذنب، لانه هو كمان بطفولته او بمراحل حياته معود على هيدي الحياه، معود على انه القصص شو ما يعمل، دائما في قصص، دائما بخاف. نعم. دائما عايش باكسيتي، بقلق، ودائما ما بعمل الشغل، اوقات ما بيوصلوا. يعني بيوصلوا في اشخاص بيقولوا لنا انه ماني قادر اعمل هالشغله، بنسالهم لانه هالقد في عقده ذنب، هالقد مش قادرين، يعني طيب موجوعين من جوا بيبقوا. مش ممكن انه يكون مثلا على قوه الجرح، يعني انا مش قادر اعوض اللي عم تطلبي مني او لاطلع حتى من عقده الذنب، بس انه الجرح كبير. يعني اليوم مثلا اذا بدنا نعمل بنسيون انه روح اقعد مع هذا الشخص اللي هو جرحني او ما بحبه، اعمل شغل جست انه ما اعمل رياكسيون، اعمل فعل، ما اعمل ردة فعل، فعل هذه المحبه، ولا اتحسن انا نظرتي لذاتي لحتى اقبل ذاتي واقدر اقبله. اوقات الجرح بيكون كثير 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 كبير. صح، مشان هيك هي مسيره، هي مش دغري رح يروح على هيدي، هي بده يتعرف على ذاته، على جروحاته، ليه؟ تيتقبل الفكره تيقدر يطلع منها، لانه اليوم اذا ما بيعرف ليش ويتقبل رح يضل، ما رح يروح لعند هيدا الانسان. يعني بدي اعرف مثلا انا سلبياتي، ايجابياتي، قوه ضعفي، قوه ضعف، افهم انا من وين جاي هيدا الجرح. نعم. تقدر اطلع من هيدي، ما هي مسيره، علاج النفسي. فينا نطبق هذا الشيء شوي بحياتنا الروحيه. نعم. اذا اليوم ناخذ سر التوبه، هو نفسه يلي عم نحكيه هلا، يلي اول شيء بدي اعرف انه انا مجروح، بدي اعرف. الوعي كثير مهم بحياتنا الروحيه، وهذا يمكن اليوم نحن عم نفتقده، انه انا ما بقوع اني غلطت. هالقد صارت المعليشيه بحياتنا مباحه، كل شيء معلش 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 معلش، وقد ما صارت ممتدة هالمعلش صارت كل حياتنا تحت شعار المعلش. أوكي. إلى البابا فرانسيس أنه عم بيصلي من أجل اللامبالات، اللامبالات، عولمة اللامبالات، وصرنا نحن بضمير نايم، يعني ما عم بشعر أني أنا في خطية. بس سوري، ما صار أنه هذا الشعور بالخطية، بدي أشعر أنه خاطئ، بجرح مين؟ يعني اذا انا مجروح. نعم. اوكي. نعم. مجروح بهذه الخطيه، جاي بدي اتصالح مع مين؟ مع ذاتي. بتعرف انه نحن لما بنروح، ما بيقولوا لنا انه ما نتصالح مع الله. الله مصالحك. ما بعدنا عم نحكي عن الحب المجاني ولا مشروط. نعم. الله مصالحك، الله بحبك مثل ما انت. هذا ما بيقول انه انا لازم اعمل شو ما كان. نرجع على الفكره، ما رح نرجع نعيدها، بس الله بحبك هيك مثل ما انت، وبحبك بضعفك، ولأنك ضعيف تستمد قوتك من مطرح واحد. الغلط اللي عم نعمله بحياتنا هي انه عم نفتش نستمد قوتنا يلي هي اساس الحب، ان نحس اني محبوب، من مطارح كتيرة. نرجع للأصنام والعبادات والآلهة والزنا الروحي اللي كنا عم نحكي عنه، كلهم هول اشياء عم نعيشهم، ما في الواحد يقول ما عم بعيشهم مني وجر. الفكرة الأساسية هي أنه أنا أوعى أنه أنا عندي الزنا الروحي بحياتي، يلي هو إذا بدنا نسميه بسيكولوجيك ما الجرح. نعم. نفس مراحل سر التوبة، أول شيء بدي أوعى، بدي أعمل فحص الضمير. إذا بتلاحظ بالنص تبع المرأة الزانية، في فترات طويلة المرأة الزانية ساكتة، ويسوع ما بيبرر لها زناها، ما بيقول لها إيه أنت ما عملتي شيء، بيقول لها اوكي عملتيها، بس روحي وما ترجعي للخطيه. رح امشي انا وياكم على مراحل سر التوبه. فحص الضمير، سكتت المراه الزانيه، اكيد كانت عم تفكر انا شو عملت، ليش انا هون، كل هالعالم عم بدينا والى اخره. ثاني شغله، بتطلع بيسوع،
لكن بتقرب من سر المصالحة. أكيد صار حوار بالصمت وبالنظرات. لما يسوع اطلع فيها قال لما حدا رجميك، أكيد كانت عم تقول له بعتذر. يسوع فيض الرحمة كان لما قال له أنا بوثق فيك، بوثق فيك، قال له اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة. لا تعودي يعني أنت قادرة أنك ما ترجع إلى الخطيئة. ما قعد علمها شو لازم تعمل، قال له بقلبك في القدرة أنك ما ترجع إلى الخطيئة، ما زالك وعيتي أنك وقعتي، أنت قادرة أنه تكفي وما ترجع إلى الخطيئة. شوف شو هالحب. أنا اليوم لما بعمل شيء غلط بوقع بعقدة الذنب، عملت وعملت وعملت، وين كيف بدي روح قول لأبونا وكيف ربنا بده يسامحني وإلى آخره. وإذا صار معنا شيء هيدا سبير، يعني هيدا أضرب، إنه لأنه عملت هيك الله عم بقصصني. نعم، والله ما عنده حجارة وشبعني. كلهم هول أشياء خارجة عن منطق يسوع. ومثل ما كانت عم تقول ماريا، لما بدي أطلع من عقدة ذنب لازم أخذ خيار من خيارين منيح، أنا يكونوا مثل عقاب أو مثل تعويض عن اللي بعمله. بسر المصالحة شو بيقلنا الأبونا؟ تعويضا مع تعويض، صلي كذا، عمول كذا، ساعد كذا، إلى آخره. كلهم هول الكنيسة هي أم ومعلمة، همة أنه ولادها يكونوا عم يمشوا مسيرة صالحة. مسيرة صالحة مش يعني أنه بضل ماشي هيك مستقيم كل حياتي. ما هو في نظرة، ما في نظرة شوي مغلوطة أنه بقصة التعويض وبقصة اللي بدي أمشي جالس وشو الستبات اللي بدي أعملها. يعني مثلا نسأل شو يعني أنك مؤمن مسيحي أو كيف بتوب، وبقول لك مثلا بدك تقدسي، بدك تصلي المسبحة، تعمل هالستركتور هيدي على عدة الأعمال. يعني إذا كلهم هو بدي أعملهم، الله شو بيعمل بحياتي؟ روجي في أدس نعم كل نهار أحد، لأنه لازم أدس نهار الأحد، لأنه تربيت إنه نهار الأحد منروح من أدس ومنجي منتغدى، صح؟ في صلي المسبحة، السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا مريم، بخفى بنص أبوع بربعة وإلى آخره. في أعملهم كلهم، بس المفهوم الخاطئ أو المفهوم مش الخاطئ اللي نحن مش واعيين له، هو أنا ليه عم بعملهم؟ ما عم بعملهم. في يروح على القداس لأنه واجب. نعم. وفي يروح على القداس لأنه هيدا لقاء مع حب الأول. وفي يروح على القداس لأني خايف من هالإله السيد، لأنه إذا غلطت له شي غلطة يكون مصيري وين؟ جهنم. هيدا هو يلي أنا مش واعية للحب. هذه هي صورة الله المغلوطة. يعني إذا بهالصلاة في جملة صغيرة بحبها كتير وبتختصر، بس يا ريت عن جد حقيقة مدعوين كلنا نعيشها، هي لا حبا بالنعيم ولا طمعا ولا خوفا من الجحيم، بل طمعا بك مين؟ يعني شو هلا؟ طمعا لأنه أنا محبوب منك 100%. رائع ماريا، بهالعدم النظر يسوع ما اطلع عليها، ما حكم عليها، وما قال المن منكم بلا خطيئة فليرميها بأول حجر. بنشوف هون هالنضوج العظيم أكيد عند يسوع بأنه ما يعطي إلا غفران وحب. حب أكيد. كيف بتبين عند الأشخاص بهالمسيرة أنه في عندهم نضوج؟ ببين بطريقة تصرفاتهم، لأنه نحن أصلاً ما بنعرف شو يعني حب. بدي أسأل حالي دايماً أنا كيف بحب، لأنه دايماً عنا هيدي الفكرة أنا دغري مغرومة وأنا بحب وأنا هي، بس إحنا بننسى أنه في أنواع حب. في الحب اللي بكون تعلق جسدي بس كرمال الرغبات الجسدية، كنا عم نحكي عن الخيانة. في حب لأنه اليوم أنا علاقتي ببي أو بأمي بالفاز اللي بيقطع فيها الولد بأوديب فيها جرح، فيها نقص، فبروح بنبش على صورة البي، بنبش على صورة الأم. كيف بيكون هيدا النقص مع صورة البي والأم؟ لأنه بيكون بهيدي الفترة اللي بيقطع فيها الولد، إذا ما كانوا الأهل واعيين إنه الولد عم بيصير في أتشمع على البي، بدون يكون في حوار، ما بده يكون في لأ وكيف وعيط وصريخ وممنوع، لأنه هو الولد بيكون خلق عنده من النوع من الحب والكراهية أو ممتنة لأمه إذا هو صبي، إذا هي بنت، لأنه هي بدها البي، بتصير هي بتتملك البي. فهون إذا ما كانت مظبوطة هيدي العلاقة فهيدي بتخلق لها جرح.
وما ننسى اذا البي كان عنا بي كسان، بي بعيط، بي بيصرخ، بي منه موجود، عم نبش على صورة البي، بي خنوع، ام متسلطة، كثير انواع بالام، نقص العاطفة هون، الاهل اللي ما بيهتموا، اللي بيجرحوا بكلامهم. فانا بروح بنبش عليهم بالبارتنير، بالشخص اللي بدي كمل حياتي معه او بدي فوت بعلاقه معه، بفكر حالي اني بحب وبطلع بالاخر انه انا عم عبي نقص. قد ايه بده يدوم؟ بدوم فتره بعدين بلاقي حالي بفراغ، رجعت يعني على الفراغ. يعني بهالمسيرة النضوج هيدا بيقدر الانسان اكيد عبر مساعده انه يكتشف اذا عم بيعيش اي نوع حب عم بيعيشه، يعني بيقدر. ايه اكيد، لانه الانسان بس يتعرف على جروحاته النفسيه بصير يعرف من ليش عم بيروح على هيدا، مثلا على هيدا الانسان مش على هيدا الانسان. دائما انه ليه مثلا عم نبش على صوره بي، مثلا مثلا بنشوف دائما اكزامبلات بتبقى البنت هربانه من بي، مثلا انه ما بخليها تفل وما بخليها تظهر وقاسي، بنروح بنلاقيها تجوزت مثل بيها وهي مفكره حالها انه لا. يعني هل اللاوعي، الجرح باللاوعي عم بيطلع بهذا التصرف، صح، وبروح دغري بعمل اتشمان بهذا الانسان. عظيم. سير زينة، ضمائرهم تبكتهم فخرجوا واحد بعد واحد وكبارهم قبل صغارهم. المتهم يتحول الى متهم. نعم هيك معي الله، ما في هيك وهيك وهيك وهيك، في جذرية. يعني كل ما بتهم شخص بكون اصابيعي كلها علي. اذا انا هلا اليوم بدل على حدا اصبع واحد على الاخر واربع اصابع علي. يسوع جد واضح وما عنده لا ما عنده محاباة وجوه، بقول الكتاب المقدس كثير واضح، وقالنا انه الطريق صعبة بس انا معكم. اذا بامن بهذا الحب يلي هو عم بيرفقني بكل مسيرتي بقدر اتخطى ونط جبال. إذا أنا ما بدي أقوى على هيدي الشغلة، يعني أنا بضل عيش بالزنا الروحي يلي كلنا معرضين إنه نعيشه. حلو. ويسوع بسؤال واحد، من منكم بلا خطيئة فليرجوها بحجر، برم كل الموازنة تبع النص تبع المرأة الزانية، من متهم، من أشخاص جايين يتهموا حدا ويحكموا، لأشخاص ما حدا حكم عليهم، حكموا على زواتهم لأنه ضربهم هيك بتلكف، قال لهم وعوه وهن فلوا. هنا لوحده انفلوا، لانه لما بعرف حالي ما بعود بتطلع بالاخر. يسوع كان كثير واضح، يعني تطلع بالخشبه اللي بعينك قبل ما تطلع بالقزل بعين خيك. كل هالاشياء اللي عاملينها انتم اكيد كنتوا عم تزنوا، وان بلوس زياده عن هيك جايين تفتروا او تعملوا نميمه على الشخص الاخر، يعني زياده خطيه على خطيه. وهو وربنا كثير صادق، وربنا بده ايانا نوع على محبته. يعني يسوع مش بأذية قال لهم إياها، قال لهم إياها بس حتى يرجع يقول لهم وعوا لذواتكم، أنا هالقد بحبكم. ما بقى حدا يطلع على حدا، ما هي مشكلتنا. وهلأ كتير منتشرة على الفيسبوك إنه من خارك لإلك، ما تفوتوا بكل حياة الآخرين. كل واحد إذا بيقدر يعيش مسيرته بطريقة صالحة يترك الآخرين يعيشوا. يعني بيطلع على هو ضعفه، على خطيته، على كل واحد فيه اللي بيكفيه، يعني كل واحد فيه الاشياء اللي لازم يشتغل عليها، يعني انجا يلحق يشتغل عليهم. واول شغله لازم يشتغل عليها هو انه يوعى انه محبوب. نعم، اول واخر شغله. يعني مع كل شغله انا بدي اظبطها بحياتي بدي احط لها بوجهها انا انسان محبوب، ومحبوب بطريقه مجانيه. مار تريزا وعيت لهذا الشيء كثير منيح، وبتقول باحدى اقاويلها بتقول المرض الكبير بهذا المجتمع هو مرض نقص الحب. شو صعب قال واحد يعيش حياته عارف مش حاسس انه هو شيء او هو حدا لحدا. اليوم انا وياكم اذا منوعه انه انا حدا فريد مميز الي قيمه ما حدا عنده اياها بعيون الله، قبل ما اشوف انا قيمتي بعيون الاخرين، اذا بس بوع على هيدي الشغله هي قادره انه تشفيني من كل الجروحات يلي انا عم عايشها. كمان بهالقرب امبارح او اول امبارح البابا فرانسيس بيحكي عن كل واحد قديش هو رساله، رساله عظيمه، رساله حب، وإلي دور بالمجتمع، إلي دور مع الاخرين، دور فريد، دور عيش هيدا الحب، دور عيش القداسه اللي نطلبها اللي هي نعمه. ليش اوقات الانسان اوقات كتير يعني انه بيسمع
عم يسمع كثير انه الله بحبه وببلش بس مش قادر منشوف انه يعيش هيدي المحبه المجانيه. ليش بدي ضلني عم برجع للخطيه الساكنه فيه مثل صرخه مربولوس يعني؟ بتعرف رجاله، لانه بعد ما وثق اسمع، اذا بقيت هون ما بتعمل شيء، بدها تنزل من هون على القلب. كل شيء بضل على منطق، على مستوى المنطق بروح، بس ينزل على مستوى القلب بصير حياه، بيترجم. بقدر انا ضل اقول لك الله بحبك الله بحبك الله بحبك نظريات. الله بحبك، بس اذا انت ما اشتغلت تلمس محبه الله بحياتك مستحيل تقدر تعمل تحول بحياتك. نحن عايشين بفيض من النعم، بفيض. يعني اذا اليوم بتروح على السجون بتسال احد السجناء، صارت مع حدا ساله شو امنيتك بالحياه، تستغربوا اذا بقلكم شو امنيته، يشوف الشمس. سجين أمنية عنده إنه يشوف الشمس. نحن كل يوم الصبح عنا الشمس نعمة، ومنقوم قافطين إنه اليوم شوب وما إلنا جلادة في أمنية عند العالم أنا عم تنعطاني بطريقة مجانية. وإذا بدنا نعد اليوم ما منخلص، الصحة والعيلة والبيت والشغل، وأولهم أولهم أولهم بليز ما بقى حدا ننسيها، إنه نحن محبوبين بطريقة مجانية. أنا إنسان فريد، ما حدا بيقدر ياخد مطرحي، ما بقدر آخد مطرح حدا. لما خلقني الله مزبوط خلقني وكسر القالب، منه مثل كذبة، مثل معاش. بس إذا بوعاله بينقلب كل المجتمع وبينقلب كل العالم. مثل الولد اللي هو فريد بعيون أمه، لأنه أوقات مثلا في أشخاص، في أم بتفقد مثلا ابنها و او بيقولوا لك خسرت ابنك، يلا بكره الله بيعطيك غيره او بتولدي. يعني ما ممكن هالولد اللي يجي ياخذ مطرح حدا. أبداً, ابدا ماريا، ليش ما عم بقدر اصغي للاخر، لجرح الاخر؟ لانه هالقد انا شايفه حالي موجوعه، خلص وجعي بس انا، وهالقد موجوعة ومكبل، الوجع مكبلني، فأكيد ما رح يكون لا بيهمني الآخر. وقد ما أني موجوع بصير أقول إنه هني شو فهمهم وشو عرفهم وأنا الموجوع، والآخر إنه بلغيه بلغيه، وبوصل لمرحلة إني بغار من الآخر إذا هو مرتاح. نعم، هالقد الوجع بيقدر يوصل للإنسان، في تحرر بده يتحرر. في منحة مين بحررنا؟ بس قبل بدي أقول شيء، في منحة تانية، يا اما انا بترك الاخر يدبر حاله، نعم، يا اما انا بدي اخلص الاخر. وهذا مفهوم كمان خاطئ، واثنيناتهم غلط. اليوم لازم كمان نوعى انه يسوع بيخلص العالم، انت ارتاح، اوكي، ما انه دورك تخلص حدا، ريح انت، شيلها عن ظهرك يعني، وترك المسؤوليه على صاحب المسؤوليه. ما في العب دور الخليص بحياه حدا، كل واحد بيخلص حاله. بشوفها كثير يعني بحس انه بدي اخلص العالم من الخطيه. هون بنوقع بمشكله انه ما حدا بياخذ مطرحه، انه انا بس بخلص العالم. كل واحد بخلص حاله. دور الانسان هو انه يوقف حد الاخر حتى الاخر يلاقي المفتاح تبع مشكلته. مشكلتنا نحن هي انه كلنا بنعرف كل المفاتيح، بس ضايع مفتاح واحد هو مفتاحنا. كل العالم تعرف مفاتيح الكل الا مفتاحها ضايع. بنقدر نحل مشاكل الناس وبنقدر نخلصهم، بس لما نوقع نحن بالمشكله التركيز التركيز على مشكلتنا، لأنه عم بهرب من وجع، عم بهرب من ويسوع محل. ولا مرة بيعطي المفتاح لحدا، ولا مرة، ولا مرة بيقول له شو بده يعمل. وإذا بتطلعوا بالنص ما بيخلص النص، بيقول لها اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة، ما بيقول لنا النص إذا رجعت ولا ما رجعت. في حرية الإنسان، لأنه هي بتاخذ القرار بحياتها. حتى يسوع على الأرض ما قال لحدا شو بده يعمل. أمين أمين. أعزائي المشاهدين، مين منا مش مجروح؟ كل إنسان منا بيتعرض لجرح، بيتعرض لكلمة بتقتله، لنظرة، بيتعرض لصدمات عاطفية، بيواجه أشخاص عم بيصرخوا بوجهه ما منحبك وما منقبلك مثل ما أنت. عم نعيش بمجتمع ما في شيء ببلاش، كل شيء ما ندفع حقه، حتى صرنا نفكر إنه بدنا ندفع حق أو ثمن النعمة وثمن حب الله
بإقداديسنا وبصلواتنا وبطقوسنا. يسوع جاي يقول لكل شخص منا، جاي يقلنا كلنا، أنا بحبكم مثل ما أنتو، بوسخكم بخطاياكم. واللي بفوت بعلاقة هيدا الحب بيتحرر من عقدة الذنب وبعيش هيدا الحب من دون ما يدفع الثمن ومن دون ما يستغل. أعزائي المشاهدين، هون تنتهي حلقتنا، ونقل راد ملتقينا الأسبوع الجاي نهار الأربعاء الساعة 9 عشية. الله معكم.